الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الامر جلي البرهان فقيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الاحسان سريع الحساب شديد العقاب اليم العذاب عزيز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه الذين هم خلاصه عرب عربا وخير الخلائق بعد الانبياء اما بعد فيا ايها الناس وحدوا الله فان التوحيد راس الطاعات واتقوا الله فان التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنه فان السنه تهدي الى الاطاعه ومن اطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى واياكم والبدعه فان البدعه تهدي الى المعصيه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فان الصدق يمشي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بعدد من صلى وصام وصل على محمد وعلى ال محمد بعدد من قعد وقام وصلى الله عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على خير البشر بعد الانبياء في التحقيق امير المؤمنين ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى مزيد المنبر والمحراب امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والايمان امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى مظهر العجائب والغرائب امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وعلى الامامين الامامين السعيدين الشهيدين ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى امهما سيده النساء فاطمه الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمين المكرمين بين الناس ابي عماره الحمزه وابي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سته الباقيه من العشره المبشره وسائر المهاجرين والانصار والتابعين الابرار الاخيار الى يوم القرار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انك سميع مجيب الدعوات اللهم ايد المسلمين بالامام العدل والخير والطاعات واتباع سنن سيد الموجودات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر
أجل وأتم وأهم وأكبر. وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صدمت
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله.